من مشاهدي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم. حنا الآن كنتواجدوا بقلب أكبر الأسواق ديال الجملة بالمغرب، اللي هو سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، واللي كيعرف واحد الرواج اقتصادي كبير جدا. تبارك الله، المغرب راه معروف بالخيرات ديالو عكس باقي بعض الدول المجاورة. الحمد لله. ويش في معي؟ كل شيء موجود ورخيص وكاين الجودة. انت وانتي وعلى حسب، كل واحد على حسب القدرة الشرائية ديالو، كل واحد على حسب القدرة الشرائية ديالو. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، كيفما أشرنا أننا كنتواجدوا في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء. الحركة والرواج الاقتصادي اللي كاين هنا الحمد لله والشكر لله، يعني خصوصا أن هنا كتشتغل واحد الفئة كثيرة هنا، يعني مونيتري بورتورات، الماطر، الهوندات، كاميونات، كلشي كيكون طرف ديال الخبز هنا. الله يسهل على اي واحد. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، غنختم معكم هذا البث المباشر بهذه الجوله. اللي غادي نديروها من السوق you
الاجواء بقلب سوق الجمله للخضار والفواكه والخيرات.